ماذا عن التحول لنظام رئاسي؟ ينتقده البعض ويعتبر بأنه نظام ديكتاتوري، خاصة وأن الرئيس الحالي أردوغان له العديد من الصلاحيات التي كان يتخذها. في البداية أنا ذكرتها أكثر من مرة وفي عدة قنوات، كلمة الدكتاتور كلمة ليست بعربية، ليست بكلمة تستخدم في السياسة الداخلية التركية، إنما هي كلمة غربية تستخدم لناس يأتون إلى الحكم بالقوة ورغما عن الشعب ودون أي انتخابات، والأمثلة واضحة وكثيرة في وطننا العربي من خلال حكامها أو من خلال بعض الحكام الغربيين أيضا. لكن أردوغان هو الرئيس الوحيد الذي أتى منذ إنشاء تاريخ الجمهورية التركية الذي أتى إلى الحكم بانتخاب شعب كامل. وبالإضافة إلى ذلك، التحول من النظام الدستوري أو من النظام التشريعي للنظام التنفيذي الرئاسي كان أيضا عن طريق انتخابات التي شهدتها تركيا بين نعم ولا، وفاز فيها أردوغان بنسبة أنجحته وأمهلته هذا الطريق للتحول إلى النظام الرئاسي. فكلمة هذا الدكتاتور لأن الناس الذين لا يعرفون ماذا يضم النظام الرئاسي الذي يعد به أردوغان، وأيضا هناك من يعادون يعني الحكومة الحالية من دون علم مشاريعها وأهدافها فقط لضرب شخصية أردوغان، فيتهمونه بهذه الألفاظ التي ليس لها علاقة لا بالمشاريع التي سوف يقوم بها أردوغان ولا بوضعه الحالي كرئيس الجمهورية.